فانت اليوم كميس تفضلين الكوميدي لو الدراما؟ انا احب الكوميدي اكثر واتميز بالدراما، يعني الاثنين اني مدوبله فيهم لان اشتغل الاثنين، لكن لما تساليني احب الكوميدي اكثر لانه احب اقدم ابتسامه للمشاهد. يعني مرات اصلا اشوف مثلا اعمال بيها سوداويه بالدراما، بيها حزن وشجن، بيها تعب نفسي، يعني حتى الممثل لما نأدي شخصيه بيها بكي يراد يوم كامل يلا رصرص يلا نرجع للمشهد. حتى بالاعمال اقول للمرات المخرج اقول له خليني اي مشهد بيبكي بالاخير لانه خلاص اتاذى، يعني اتاذى، واني مو من الممثلات اخلي قطره حتى ابكي، لا ابكي بكي حقيقي. فاليوم انا احب اشتغل كوميدي يعني فاني ضحكه بس افضل من ما اقدم شويه دور صعب، علما احب الدراما. لكنه احنا شفنا ما شفنا من الدراما ومشاهد مؤلمه، فخلونا شويه نضحك يعني شويه يبعدونا عن الحزن.